يعد عبد المنعم شطة واحداً من أهم نجوم كرة القدم في تاريخ الأهلي لما حققه من بطولات وإنجازات، وارتبطت به جماهير القلعة الحمراء في فترة تاريخية من عمر هذا النادي العريق. ولد عبد المنعم مصطفى شطة في السودان عام 1952، وانضم للأهلي عام 1973. لمع شطة وسط جيل من الموهوبين في كرة القدم المصرية وخاصة بالأهلي، والذي كان منهم محمود الخطيب ومصطفى عبده وغيرهم من النجوم، وحصد العديد من الألقاب، بينهم 5 بطولات للدوري و3 لكأس مصر. وكان ضمن جيل القلعة الحمراء الذي توج باللقب الأول لبطولة إفريقيا عام 1982. مع المنتخب السوداني لعب شطة العديد من المباريات الدولية، واختير ضمن أفضل 50 لاعب سوداني في التاريخ. عقب اعتزاله الكرة موسم 82-83، قرر شطة الاتجاه للتدريب، فعمل بقطاع الناشئين بالأهلي، ووصل لمنصب المدرب العام مع الإنجليزي آلان هاريس، وعمل لموسمين حقق فيهما الأهلي لقبين للدوري ولقباً لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. انتقل شطة للعمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وترقى في المناصب حتى شغل منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالكاف. شطة لم ينسى طوال حياته أنه ابن الأهلي، ومنه كانت محطاته الأولى، فعاد إليه أخيراً للإشراف على مشروع كبير، حيث يتولى إدارة أكاديميات النادي الأهلي لكرة القدم. أهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم نجم الأهلي السابق كابتن عبد المنعم شطة. نورنا كابتن شطة. أهلا وسهلا يا كابتن أسامة، أنا سعيد إني ببقى معاك. يعني أنت لعبت في أحسن جيل من الأجيال حقيقة. وأنا بحييك حقيقة. في التقرير اللي فات جايبين لك كل الصور أبيض وأسود وملون وكل حاجة، وبالشعر ومن غير الشعر. جايبين الحاجات القديمة أوي، يعني معجزيني كده، مخليني أنا إيه عجوز، لكن الحمد لله جيل الثمانينات والسبعينات ده كان يعني جيل حقيقة. جيل عظيم. نشيد بيه الحقيقة، كان في طبعًا هيديكوتي، وكان في كالوتشاي، وبعد كده كان في لعيبة، وبعد كده جه الكابتن الجوهري لما خد البطولة الأفريقية سنة 82. حقيقه يعني، وبعدين في اجيال تانية التسعينات والفينات، النادي الاهلي غني ببطولاته وغني باجياله الحقيقه. والمدربين حضرتك بتقولوا ما كابتن شطه، مين المدرب اللي كابتن عبد المنعم شطه اتعلم منه كتير؟ مش اتعلمت منه، فضلوا عليا اللي هو هيديكوتي. انا لو لا هيديكوتي كان موجود في السنه اللي انا جيت فيها دي كنتش لعبت يا اسامه. لان انا جيت حقيقه جسمي زي ما شفت كده في الصوره القديمه، كنت يعني وزني كان حوالي 56-58 كيلو، يعني فرخه يعني ما قدرتش العب. بس كنت فيري طف حقيقه، كنت لكن وظفك في الملعب، وظفني توظيف حقيقه مهم جدا، كنت بتطلع من الملعب خالص. الوظيفه دي يعني هي يعني كان في وقت الخطط القديمه دي بتاعت ال 4-4-2 و4-3-3 لازم يكون فيها ديفندر موجود. فهو طبعا لما ندخل 4-3-3 هيديكوتي، كانت الحقيقه كان الفرقه كلها بتلعب 4-2-4، وبتبقى التشكيله الحقيقه في خط الوسط لازم يكونوا في 2 عندهم، يعني عندهم بيلعبوا كوره وحد بيقدر يقطع زي ديانج. ديانج بيلم في نص الملعب، حمدي فتحي بيغطي على كل نص الملعب. كل الحاجات دي حقيقه كلها مستنسخه من الهاف ديفندر، لكن دلوقتي كمان بقت في 2 هاف ديفندر. شبه دي الكوره بقت ايه، كل مره تصعب شويه، دفاعات بقت اهم دلوقتي في الكوره من الهجوم دلوقتي، ومن الدفاعات دي تقدر تخلق هجوم بقى. هي دي بقى كره القدم الحديثه الحقيقه. هيديكوتي كان سابع عصره كابتن شطة، فكره هيديكوتي برضه لقى مجموعه كويسه زي زي جوزيه، خلي بالك، ومن غير مجموعه كويسه القماشه اللي معاه، او لن تخلق، لن يعني يقدر يعمل من خلال هذه القماشه اللي بتقول عليها دي انه يقدر يبلور حاجات كتير جدا، ويقدر يعمل شويه حاجات في التكتيك، واللعيبه بتساعده لانها عندها فكر. برضو الجيل بتاعكم مع جوزيه كان جيل برضو يعني عبقري، ليه؟ لانه حقق اكثر بطولات في تاريخ النادي الاهلي. فدي كمان حقيقه برضو تحسب لجوزيه. فهم الاثنين اعتبروهم هم اكثر 2 مدربين يعني اثروا تاثير مباشر في بطوله النادي الاهلي. وحضرتك اشتغلت في مهنه التدريب يا كابتن شطة، وكنت مدرب كبير، واشتغلت برضه في الاتحاد الافريقي سنوات طويله. لما بنقول مهنه التدريب بنقول او البطولات، مدرب بس ولا لعيبه، ولا لازم الاثنين يجتمعوا مع بعض؟ زي ما شفنا في جيل السبعينات ما شاء الله مدرب مع لعيبه الدنيا، شفنا بطولات افريقيا ودوري وما شاء الله كنتوا مكتسحين كل البطولات. يا كابتن اسامه، ما فيش مدرب كويس من غير لعيبه كويسين، وما فيش لعيبه كويسه من غير مدرب كويس.
ممكن يكون في مدرب كويس جدا واللعيبه ما بيساعدوش، وممكن تكون في لعيبه يعني كويسه جدا والمدرب ما بيساعدهاش. فدي هي كومبينيشن لازم تكون فيها توليفه. بس المدرب الكويس مع لعيبه كويسه بيخلق كره جماليه، بيخلق نتائج. فدي هي المعادله الصعبه دلوقتي في كره القدم. انا فاكر كويس قوي لما كنت بدرب جيلكم، يعني خصوصا مواليد 82 و83، وبعد كده دربت بعد كده مراحل سنيه مختلفه. لو تفتكر انا كنت بقطع الشرايط بتاعتكم بتاعت الفيديو، كنت عندي وكنت باجي بعرض لكم الحاجات دي. التدريب حقيقة. دلوقتي اصبح السكاوتنج والاستاتستكس والاحصاءات اللي بتتعمل دي كلها من الفيديو. ايوه زمان احنا ما كانش من زمان وانا طبعا بحكم وظيفتي كمهندس يعني وكان عندي استوديو كنت بعمل الحاجات دي. لما رحت الاتحاد الافريقي بقى استطعت ان انا اطور اداء المدرب من خلال هذه الاشرطه ومن خلال هذه الفيديوهات. فالحقيقه دي حاجات يعني اتمنى المدربين كلهم يستعينوا بها في قطاعات الناشئين وفي البراعم وفي كل حته، لانها هي دي اللي بتخلق للاعب ايه الاداء اللي باديه. اجيب مثلا انت بالذات كان عندك الحقيقه والشريك ده كان حاجه يعني بصراحه الناس ما تعرفش احسن واحد كنت تعملها كده ايه زي جمال عبد العظيم. معرفش ما اتفرجتش على جمال عبد العظيم كان يعمل السكرول كده ولا. فانا بقول يعني الحاجات دي لو انت كلاعب ما شفتهاش من طريق الفيديو ما تقدرش تحسن في ادائك. عشان كده لما جه كورفر ويل كورفر لو فاكره الخبير الهولندي وقتها في كورفر ده شرايطه كلها حقيقه والساعات اللي عملها كلها والتسجيلات بتاعته موجوده ان شاء الله هننزلها في البرامج بتاعتك. كان بيصور اداء التدريب وبيوري اللعيب الصور اللي هو بيأديها، وكان اللعيب من خلال مشاهدته بيصحح اوضاعه. دي حاجه مهمه جدا للاعب، اللاعب اللي بيصحح اداؤه هو ده اللاعب المتميز. وكنت حضرتك دايما بتشتغل على النقطه دي معانا واحنا صغيرين، تقطع لنا الماتشات واحنا مسافرين على الماتش الثاني نقعد نتفرج على المباراه واللقطات الحلوه والاهداف. قول لهم دي شطه اشتغل الموضوع ده من زمان. كابتن شطه عايز اكلمك عن الكره السودانيه، لكن قبل ما اروح للكره السودانيه دلوقتي وفي كاس العرب، كان في البدايه في حواري في الحلقه كلمت عن كابتن ادهم السلحدار الراحل العظيم نجم نادي الاسماعيلي، توفى الله منذ ايام وهو في الملعب وهو بيسجد. والله حزين جدا على هذا الحقيقه. انا اتمنى يعني انه كل الانشطه الرياضيه في 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 مصر كلها انها يعني تساند هذا اللاعب وتساند اسرته، لانه حقيقه كان لاعب دامس الخلق، ما فيش حقيقة. واحد ما شكروش، ما حدش اختلف عليه خالص، وكان حقيقه صديق شخصي لينا، وكان دايما متواجد حقيقه معانا. وانا فاكر كويس قوي لما اخذ البي لايسنس، الرخصه البي يعني، حضرته كابتن شطه هو جاي ياخد الرخصه بتاعت افريقيا. طبعا. انت عارف انا اغلب المدربين في مصر انا الحقيقه كان لي الشرف ان انا اديتهم الرخصه، وكان منهم حقيقه احنا بنواسي اسرته هنا من خلال هذا البرنامج. وحقيقة كمان يعني نادي المجد السكندري، النادي اللي هو كان بيمرنه قبل الوفاة مباشرة، برضو وقف وقفة محترمة جدا معايا على التليفون الحاج إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري. تحياتي ليك يا حاج إسلام والبقاء لله. بقاء لله. أهلا كابتن أسامة، أهلا بحضرتك وأهلا بكابتن شطة. الحمد لله يعني كابتن أدهم كان من الناس اللي يعني أول ما تشوفه تحبه، خلوق، راجل على الناحية الإنسانية محترم جدا، بيحترم الناس كلها، وعلى ناحية شغله كان مجتهد جدا في شغله، عمل إنجاز مع نادي المجد، جاف ونادي المجد في المركز الـ11 وعمل معانا إنجاز ووصلنا المركز الخامس، وبصراحة ساب طفرة في النادي لدرجة إن كل واحد في النادي صغير أو كبير بيحب كابتن أدهم. حقيقة. كل الناس كانت موجودة في الجنازة بتاعته، وكل الناس كانت موجودة معاه من ساعة الوفاة لغايه لما وصلنا للمسواه الاخير، وان شاء الله يكون مسواه الجنه يعني ان شاء الله بامر الله. شفنا تحركات سريعه من وزاره الشباب والرياضه، ايضا من بعض الانديه، نادي انبي، اللاعبين في النادي الاهلي، عايزين نعرف التحرك ودور برضو نادي المجد السكندري. والله بس انا حابب ان انا اقول الكابتن ادهم كان بيحب طبعا نادي الاهلي، هو طبعا ناشئين الاهلي. وكان دايما بيكلمني من ساعه لما جاء ان هو كان في ناشئين الاهلي بالبدايه وبدا يعني، وبعد كده راح الاسماعيلي، طبعا بيحب الاسماعيلي جدا كده. والله كابتن ادهم كان الفتره اللي هو قعدها معانا في نادي المجد اثر فينا كلنا، وانا بعتبره اخ يعني اكثر من هو كان شغال مدير فني في النادي. وكان اخ وكان يعني صاحب مشوره محترمه معايا، وبصراحه كان كنا ناويين ان احنا نحطيه خطه طويله. الو الحمد لله احنا اتفضل يا حاج اسلام.
الحمد لله الفترة اللي توفى فيها كابتن ادهم احنا عملنا اللي نقدر نعمله قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا يعني من الناس اللي انا ما بحبش اتكلم على اللي احنا عملنا مع ايه ولا حاجة. فاحنا الحمد لله احنا ان شاء الله باعمين ما نبقى احنا في ظهره على طول وفي ظهر اولاده ونكون معاهم في كل حاجة ان شاء الله، لان ده هو يستحق اكتر من كده. هو طب يعني برضو ممكن يعني عشان برضو اسرته واهله الناس اللي موجودة، يعني التحرك اللي عمله نادي المجد عشان اسرته. والله بص حضرتك انا يعني ايه، انا طبعا حضرتك انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، ان انا يعني ممكن في الناس تحب تتكلم في الحاجات دي، انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. لكن عايز حضرتك تبقى واثق ان احنا ان شاء الله مش هنسيب، واحنا هنتحرك تحركات يعني ان شاء الله يعني اكثر من اي نادي تاني يتحرك مع كابتن ادهم يعني. تمام، واحنا بنشكركم شكرا جزيلا حاج اسلام، وده يعني عهدنا دايما بنادي المجد السكندري. كابتن شطه، الكره السودانيه بقى، المباراة الأخيرة منتخب مصر مع السودان، هزيمة كبيرة للكرة السودانية. دايما لما كنا بنقول مباراة مصر السودان، مباراة الأهلي حتى أو الكرة المصرية مع الأندية السودانية، دايما بيكون فيها ندية وتكون فيها صعوبة كبيرة. عايز أعرف ردك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه، يعني في تراجع خلال الفتره دي والسنوات السابقه القليله في الكره السودانيه، شفنا اداء المنتخب السوداني حتى كمان اداء الانديه لما بنشوف المواجهات الافريقيه. سبب التراجع ده ايه؟ خاصه ان اللي كان يروح يلعب في السودان او يواجه المنتخبات او الانديه السودانيه كانت تبقى مباراه صعبه جدا. طبعا السودان يا جماعه احنا عارفين كويس انه غير مستقر سياسيا وغير مستقر في الفتره اللي فاتت ديت، وكانت في يعني الثورة اللي قامت وحصلت الفترة اللي فاتت، والحقيقة الوضع السياسي أثر على الوضع الرياضي. الاتحاد السوداني لكرة القدم حتى هذه اللحظة هناك صراع في نتيجة الانتخابات بين الأستاذ معتصم جعفر والدكتور مؤثر على الرياضة. حتى هذه اللحظة يعني الاتحاد غير مستقر. الفترة اللي فاتت الحقيقة الاتحاد السوداني مر بفترة عصيبة جدا، انه ما عندناش ملعب او استاد تلعب عليه بطولات افريقيا حقيقة. بدليل ان لعبنا كل مباريات تصفيات كاس الامم او تصفيات كاس العالم في المغرب. وحقيقة مصر الحقيقة استضافت بطولات الكونفدرالية والتشامبيونز ليج في مصر هنا، والهلال جاي بكرة يلعب في 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 دوري الكونفدرالية هنا في مصر. ما عندناش ملاعب حتى هذه اللحظة في السودان. طبعا دي مسؤولية الاتحاد، مسؤولية الأندية، ليه حتى هذه اللحظة الملاعب لا تطابق مواصفات الاتحاد الأفريقي؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تعرف منتخب السودان تأهل لكأس الأمم الأفريقية، يعني دي كانت حاجة كويسة قوي من 3-4-5 شهور طبعا. كان الأداء قوي جدا وكانت الفرقة ماشية كويس وكانت الأندية يعني شد حيلها في الله. أغلب منتخب السودان الآن من الهلال أغلبه يعني، وبعدين المريخ فيه 4 أو 5 لاعبين. المشكلة الكبيرة انه حقيقة اللعيبة ما عندهاش حقيقة، كانت حقيقة الروح القتالية كانت منعدمة تماما. اللعيبة ما كانش واحد، مش كل اللعيب مسؤول. انا لو حتى في مشاكل سياسية، انا كلاعب كرة لازم اكون بأدي من اجل حتى بلدي، من اجل الدوافع اللي عندي عشان ابقى لعيب كويس. ودي كانت فرصة كويسة جدا للعيبة السودانيين انه من خلال هذه البطولة العربية انه ممكن لعبة تحترف بسهولة جدا في هذا المحفل العربي العالمي، لانه الفيفا هي تحت مظلة الفيفا البطولة دي، بنسميها الفيفا عرب كمان. فانا بقول يعني حقيقة يعني الشعب السوداني كله من خلال كل الميديا والمنصات اللي موجودة كلها حقيقة انتقدت هذا الموضوع بشدة. واخيرا عرفت انهم اقالوا المدرب الان، مدرب منتخب السودان، وعينه براهوما مكانه، وده طبعا ده حل مؤقت طبعا ولكن ليس حل جذري. السودان محتاج لاعاده كل الهيكله وكل البنيه التحتيه بتاعت الرياضه في السودان، وده طبعا شيء يجب عليه ان يكون من خلال هذه الثوره القائمه. واتمنى ان شاء الله السودان يعيد الذكريات انه هو من اول 3 منتخبات او دول افريقيه مؤسسين الاتحاد الافريقي سنه 57، مصر، اثيوبيا، السودان، واثيوبيا، 3 دول. طبعا اتمنى كل التوفيق ان شاء الله الكرة السودانية خلال الفترة القادمة. كابتن شطة، حضرتك يعني عملت كثيرا داخل الاتحاد الافريقي، هل من الممكن يكون في تضارب في المواعيد ما بين بطولتين قاريتين مثلا او بطولتين عالميتين زي بطولة دوري بطولة افريقيا للمنتخبات وبطولة كأس العالم للأندية؟
شوف انا طبعا انا جيت الاتحاد الافريقي من 2001 ل 2018 19 وتواجد في تلك الفتره مع رئيس عيسى حياته. ما كانش ابدا حد يجرؤ ان بطوله افريقيا دي حد ياجلها او يزحزحها من 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 وقتها طول عمرها من سنه 57 يناير فبراير. فبالتالي الحقيقه الاتحاد الافريقي الان انا مندهش جدا انه لماذا لم يتدخل رئيس الاتحاد الافريقي والاستاذ هاني ابو ريده وانفانتينو، كانوا كلهم موجودين في مصر هنا الاسبوع اللي فات، ليه ما تكلموش في هذا الموضوع؟ النادي الاهلي نادي مصري، نادي افريقي بيمثل افريقيا في كاس العالم للانديه، وده حاجه كانت تمس افريقيا، كان يجب على المجلس فرصه وهما موجودين في مصر. كان انا عايز اعرف الاسباب ايه؟ هل ضعف الاتحاد الافريقي؟ هل انه انفانتينو اصبح هو اللي بيدير البطوله الافريقيه؟ هل 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 الاتحاد الافريقي ما عادش له الباور او القوه لانه يقول لا انا بطولتي مش هتتغير، انت لم تغير. لكن طبعا هحكي لك حاجه بسيطه جدا، انه ليه الاتحاد الدولي اصر على هذه الفتره بالذات؟ تشيلسي عنده جدول مع الاتحاد الانجليزي، الاتحاد الانجليزي لا يمكن ياجل ماتش، فبالتالي يا تشيلسي يلعب يا تشيلسي ينسحب، ولو تشيلسي انسحب بيلعب السيمي فاينل والفاينل البطوله هتبوظ منه، والرعاه كمان والرعاه كمان التسويقيه. فبالتالي دلوقتي اصبحت اللي يعني تشيلسي هو السبب في انه خلى هذه المواعيد بتاعت كاس العالم للانديه في ذلك الوقت. هل الاتحاد الافريقي يقدر يزحزح المواعيد ولا هل الاتحاد الدولي يقدر يزحزح المواعيد؟ والموضوع الحقيقه انا سمعت انه كان محمود الخطيب طبعا عملوا كونفرنس، عملوا زوم الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري الاتحاد الدولي وبيشوفوا الامر، وفي برضه بعض الاقاويل بتقول ممكن البطوله الافريقيه تبدا اربع ايام بدري عشان تتيح الفرصه ان ممكن تلعب في كاس العالم الانديه، يعني دي في طريقها للحل. ولو تعذر الموضوع تماما انا متاكد انه الاتحاد المصري لكره القدم بالاتفاق مع كيروش يقدر يتنازل عن بعض اللعيبه المهمين جدا جدا، يقدر يسيبهم للنادي الاهلي، وده طبعا يعني يرجع لهل مصر وصلت فاينل او سيمي فاينل ولا لا. بس خلي بالك يا شطه، البطولتين مهمتين طبعا سواء بطوله افريقيه لمصر وبطوله كاس العالم للانديه، بطوله مهمه برضو مش للنادي الاهلي، بطوله مهمه لمصر لو النادي الاهلي خد فيها مركز متقدم فتحسب برضو. بنتكلم عن الكره المصريه، كان يجب على الامر يتم قبل ما الجدول يتوضع، حتى لو حتى لو كان بطوله افريقيا زي ما انت قلت تبدر شويه مش هتفرق حاجه معانا، كده كده اللعيبه المحترفه بره هتيجي وتلعب، فممكن يكون هذا الامر اسهل. فبالتالي كنت اتمنى ان الموضوع ده يحصل من بدري مش يحصل بعد ما خلاص الازمه كان يبقى محطوط على الطرازه من بدري. بالظبط الحقيقه. برضو انت حضرتك عشت سنين طويله داخل الاتحاد الافريقي، ممكن بطوله الامم الافريقيه تتلغي زي ما احنا بنسمع خلال الفتره اللي فاتت؟ لسه ملعب في ملعب ما اعلنش تم افتتاحه، امور تسويقيه، رعاه، الكلام ده ممكن يجي في وقت من الاوقات ويقول الغاء او تاجيل كاس الامم الافريقيه؟ والله الالغاء صعب جدا، لانه الاتحاد الافريقي لو الغى او اجل هذه البطوله فهتبقى مشكله كبيره، انه الاتحاد الافريقي مصداقيات بطولات وبعد كده مش هيلاقي رعاه ولا هيلاقي حد. ودي ممكن تاثر تاثير مباشر في يعني الكريديبيليتي او مصداقيه الاتحاد الافريقي. فلازم الاتحاد الافريقي يعمل هذه البطوله حتى لو اجلها او يبدرها، لكن الملعب جاهز بس في بعض الامور الخاصه اللي هي دخول وخروج اللاعبين والجماهير وكده، من حيث التنظيم كانوا عايزين يستلموا الملعب يعني 100% وده طبعا ما حصلش. فممكن البطوله تتنيل او الافتتاح يتنيل في ملعب اخر، ده حل. وممكن يعني تتلعب الافتتاح والملعب يكون في اجزاء لسه بتتكمل، ودي حاجه ثانيه ممكن تحصل. لكن تاجيل البطوله او الغائها ده انا بعتقد انه الكاميرون لن تسمح، صعب، لانها هي استعملت اربع خمس سنين صابره وعملت استعداد فوق المليارات. فبالتالي انا متاكد انه من خلال الاتحاد الافريقي يجب انه يسارع في انه يؤكد ان البطوله قائمه. حتى هذه اللحظه ما فيش مسؤول افريقي، ما فيش، يا ريت يطلع يقول والله هتتلعب، بس في بعض الامور الخاصه بالتشطيبات الاخيره او الفينيشنج، ودي حاجه سهله جدا انها تتقال. في بطولات اقيمت في 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 بطولات كبيره جدا المنشات ما كانتش خلصانه، وانا رحت البرازيل وكاس العالم في البرازيل 2014 كنت هناك، في حاجات كثيره جدا كانت لم تستكمل ولكن استكملت. طبعا ده حقيقه يعني ده مسيو باتيل ده كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي مع الفيفا، كان عندنا دوره في جنوب افريقيا وده كالديرون لو تعرفه، ده كان مدرب منتخب
ده كالدرون ده مرن السعوديه على مرن السعوديه هو ده مرن السعوديه كان وقتها انستراكتور كان محاضر معايا كان برضو من ضمن الاسماء مرشحه في قبل كده للنادي الاهلي كان بالظبط انا فاكر اسمه في سنوات سابقه هو ده هو طبعا كالدرون. موجود لانه اساسا هو محاضر طبعا باللغه الاسبانيه والبرتغاليه وكانت هي دي كانت دوره مهمه جدا في الفيفا عملناها مع بعض في جنوب افريقيا اكاديميه النادي الاهلي بقى كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي ما شاء الله نمسك الخشب بقى تحت قيادتك مفيش خشب كله ازاز كم اكاديميه دلوقتي النادي الاهلي يا كابتن والله اكاديميه النادي الاهلي الحقيقه يعني اصبحت الان يعني مشروع يعني يعتبر من الـ من الـ من المراكز او اعمده كره القدم فريق اول قطاع ناشئين اكاديميات الاكاديميات هي بدات من 2004 من 2004 2005 سبقونا اجيال طبعا كابتن محمد رمضان وبعد كده كابتن شوقي عبد الشافي وبعد كده كابتن خالد بيبو وابراهيم عبد الصمد فيعني مرت عليها الحقيقه كلهم طوروا فيها وكلهم وضعوا لوائح الحقيقه انا شغال بيها لحد دلوقتي لوائح متميزه جدا ملاعب الحقيقه النادي الاهلي في الشيخ زايد ومدينه نصر حاجه تفرح البنيه التحتيه ممتازه البنيه التحتيه وبعدين كل الحقيقه الاماكن اللي فيها الاكاديميات بننتقل اللي هي الملاعب الجيده عشان اسم النادي الاهلي كبير فما نقدرش نروح في اماكن حتى كل الاماكن اللي كانت في ملاعب صغيره خماسيات نقلناها الى ملاعب كبيره بحيث انها تسع انا شايف اللي احنا شايفين دلوقتي ده فرع بتاع مدينه نصر ما شاء الله البنيه التحتيه الملاعب حتى جلسات اولياء الامور العادات الله يعني حقيقه انا احيي الحقيقه القائمين على هذا الامر جيت لقيت الموضوع ده من ايام كابتن خالد بيه والحقيقه تعب فيه جدا قعد تجد سنه كامله ما كانش في اماكن حتى للمدربين يقعدوا فيها لحد ما المنظر شافه اصبح في منتهى يعني التحضر الحقيقه من اكبر الاكاديميات اللي موجوده فرع مدينه نصر عدد العدد وصل فيها فوق ال 2000 ما شاء الله يعني ده حاجه يعني بصراحه توري قد ايه اسم النادي الاهلي كبير جدا النهارده بالذات كابتن خالد بيبو كلمني وانت عارف انا وكابتن خالد بيبو بصراحه يعني في تواصل على طول في 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 تناغم وانسجام وهدف واحد مصلحه النادي الاهلي فالنهارده يعني ان شاء الله بعد كده هنعمل تجميع للمتميزين حلو قوي بحيث ان القطاع الناشئين يجي يختار منهم اللعيبه المتميزه للسنوات القادمه اللي بترشحوهم للقطاع بعد كده فطبعا اللي هينتقي هذا الامر لازم يكون هم مدربي القطاع عشان ادرى مني ومن غيري بمستوى اللاعبين في القطاع مقارنه باللاعبين في الاكاديميه كويس وبعدين يا كابتن اسامه ما قلتليش برضو عشان ما تهربش مني سؤال عندنا كام فرع؟ انا ماسك الخشب عندنا 15 فرع وان شاء الله عندنا خمس افرع جديده ان شاء الله لما نعرضها على اللجنه يتم الاتفاق عليها شبه مؤكده يعني واخر حقيقه اخر فرع اللي هو في الحرس الجمهوري فنادي الحرس الجمهوري كويس صلاح سالم في امارات العبور فده طبعا حقيقه ان شاء الله هيكون برضو مستقبلا من الافرع القويه جدا لان مصر الجديده كلها وعندك بقى كثافه سكانيه كمان في المنطقه دي منطقه كبيره جدا فانا بقول انه الحقيقه طالما هناك يعني انجذاب لهذه الاكاديميات يجب احنا ما نتواناش في اي مدينه او محافظه عايزه هذا الامر واتمنى انه ان يكون هناك برضو حاجه جديده عملناها الحقيقه واتكلمت معاها مع لجنه التخطيط ومع لجنه التسويق قصدي لجنه شركه الكوره انه لازم يكون في حاجه اسمها ديفلوبمنت للمدربين في قطاعي الناشئين والاكاديميه المدرب لازم ياخد كل حاجه جديده ان شاء الله هنستقدم محاضرين من بره حلو قوي يعني انت النهارده كمان بتفكر في حته تطور المدربين طيب قبل ما اتكلم في حته تطور المدربين تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض عن مدربي اكاديميات النادي الاهلي النادي الاهلي دايما بيحب يقدم مردود كويس ومردود متميز بالنسبه لاي اكاديميات تانية مختلفه عننا احنا لازم نكون احنا ان شاء الله باذن الله الافضل في كل شيء دايما بنحاول نقدم خدمه متميزه للناس دايما بنحاول ننتقي عناصر متميزه بنقدم افضل خدمه عندنا افضل مدربين بننقيهم على بعنايه فائقه طبعا لان في الاخر المدربين دي بتتعامل باسم النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي وازاي يتعامل بنفس الاسلوب اللي ماشي عليه كل سيستم النادي الاهلي ده اللي بنحاول نقدر نسعى ليه دايما جاهدين ان شاء الله في الفرع هنا طبعا عندنا الاعمار السنيه صغيره بتفرق كتير طبعا بس اهم حاجه عندنا ان الولد يعني بيبقى جاي بياخد شغل المهاري بالنسبه لنا بيبقى عن طريق ان هو يعني بديله العاب صغيره بديله المهاره زيه زي الكبير بس الفرق بين الكبير والصغير ان انا اقدر اديها له على عده خطوات
يعني انا في الاول اديله الاحساس بالكره ممكن يفضل ماشي بيه كتير، سواء بقى الاحساس بالكره وهو ماسكها بايده ماشي برجله شغال بيها، بياخد وقت معايا قبل ما ياخد الاحساس بالكره، ابتدي بقى اظبط له المهارات، بس ببتدي ان انا اجزئها له على فترات، يعني ممكن المهاره الواحده تبقى سهله ان هو يباص الكوره، لا انا ممكن اعديها له على 10 خطوات. اقبال متزايد جامد جدا، لان طبعا سمعه النادي طبعا مسمعها على على العالم كله. السنه دي الحمد لله عدد في تزايد، واحنا حققنا العدد الحمد لله، ولسه في اقبال جامد جدا، يعني حاليا دلوقتي دفعه واحد حاليا شغالين فيها حاليا دلوقتي الحمد لله بفضل الاداره وبفضل التعليمات اللي احنا شغالين عليها. الاجراءات الاداريه اوريدي العضو بيقدم في الاكاديميه، بنبدا نبحث نشوف الورق بتاعه، بعد كده لغايه دخول ولاده الاكاديميه، وبنبدا ان احنا نوجهه للحاجات الصح. في اي مشاكل بالنسبه للولد او للعضو احنا بنحاول نحلها. بنبدا في السن الصغير بنعلمه المهارات، مهارات الاساسيه للكوره، بنعلمه الانتماء، بنعلمه حاجات كتير قوي، حب النادي الاهلي، حب الكيان، حاجات كتير في الكوره، يعني اساسيات الكوره بتبدا من المبدا والمكسب والاراده والاصرار، وحاجات كتير قوي هنا بتبدا في اكاديميه النادي الاهلي. احنا بقدر الامكان بنحاول نعلم الولاد المهارات الاساسيه، وبعض شغل الفوت ورك برضو اللي محتاجه الولد والتوافقات شغل الكوردينيشن، بس احنا بنهتم كتير جدا بالمهارات الاساسيه للولد، لان دي يعتبر من الامور الاساسيه اللي لازم يتعلمها الولد. وفي حاجات تانية احنا طبعا بنكلمهم فيها، يعني مساله الالتزام والاخلاقيات دي احنا دايما بنتكلم فيها، بيبقى المدرسه عليها دور، البيت عليه دور، والأكاديمية طبعا عليها دور كبير. أكاديمية النادي الأهلي بتتميز عن جميع الأكاديميات إن هي تابعة للكيان نفسه، اللي هي خاصة ولا هي حاجة، من هنا تبقى نواة لتأسيس الأولاد الصغيرين اللي بعد كده على أساس إن هو حاجة تكمل قطاع وتكمل الناشئين. بنتابع كل الأساليب الحديثة في التدريبات، سواء من ورش عمل لمحاضرات لتدريبات حديثة جدا، بنشتغل كل الحاجات اللي تقدر تأسس الولد كويس، من امور فنيه لامور فوت وورك عشان حركه الرجلين. الاكاديميه هنا عامله شغل ومطلعه اولاد كتير جدا في القطاع فوق، حاجه بجد 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 جميله جدا في الاكاديميه هنا. في اولاد بيبقوا جايين موهوبين بالفطره، وفي اولاد بيبقوا يعني محتاجين شغل كتير، يعني فاحنا بنتعامل مع المرحلتين. يعني الحمد لله في عندنا اولاد مبشرين جدا انهم هيبقوا ان شاء الله هنقدر ندعم منهم بالتنسيق طبعا مع قطاع الناشئين بقياده الكابتن خالد بيبو، في تنسيق بين مسؤولي الاكاديميه ومسؤولي القطاع، ففي اولاد مبشرين، وان شاء الله الفتره الجايه هنبدا نشوف عناصر من الاكاديميه في القطاع ان شاء الله. يعني بعلمهم الاول بدايات الكوره، ان انا ابتدي امشي بالكوره ازاي، بعلمه ازاي الحركات يمشي بيتحرك، بعلمه المهاره، بديله أسس الكرة اللي هو بيمشي ازاي بالكرة، يتعلم ازاي يتحرك بالكرة، ببتدي اديله توجيهات معينة في الملعب، لو لاحظت ان هو غلط فيها ابتدي اعدله وهو ماشي، ببتدي اطور معاه التمرينات بتاعتي واعلي الليفل شوية معاه كل شوية. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم بضيفي كابتن عبد المنعم شطه. كابتن شطه، واحنا بنتكلم عن الاكاديميات، حصل كان في مؤتمر الكابتن محمود الخطيب كان اتكلم عن اكاديميات النادي الاهلي، وقال ان شركه كره القدم خلال الفتره اللي جايه هيكون ان شاء الله في افتتاح لاكاديميتين خارج مصر. هو طبعا اكاديميات اللي هي النادي الاهلي في يعني في الدول العربيه كانت موجوده من فتره يعني، وكانت في واحده في الامارات وواحده في الكويت. عشان الكورونا حصلت طبعا الاكاديميه دي قفلت، تراجعوا عليها شويه، تراجعت. بس احنا بدانا تاني نتحرك حقيقه، رحت قطر، وبعد كده في قطر عملنا اكاديميه في قطر يعني باسم النادي الاهلي، واوريدي خلاص هي جاهزه للافتتاح. في واحده في الامارات اوريدي برضو كمان تعاقدنا عليها حقيقه، واحد مهم جدا برضو، شخصية رياضية كبيرة هتاخدها. والآن أنا عندي اتصالات بالكويت والبحرين، ففي أكاديميتين تاني إن شاء الله في الكويت والبحرين، عايزين نخش على يعني نتكلم عن قطر، إمارات، البحرين، الكويت. الكويت بس الاثنين الآن خلاص يعني يعتبروا شبه انتهينا من التعاقد معهم،
هي القطر والامارات. وان شاء الله كمان لسه افريقيا لها دور ثاني باذن الله مع شركه الكره دي باذن الله. عايزين بقى يكون بس الهدف منها مختلف، هتكون بقى انتقاء لاعبين على الاقل في شركه التسويق تسوقهم برضو مستقبلا ليبقى فريقها للعالم العربي للدول العربيه لافريقيا لمصر لانديه مصر، هيبقى مشروع كويس جدا الحقيقه ان شاء الله ندرسه ونشوف بقى افضل الدول. طبعا غالبا هتكون يا جنوب افريقيا وغانا، ممكن يكون برضو معاها دوله فرنسيه يا مثلا يا مالي يا ساحل العاج، بحيث انه يكون عندنا تنوع في ال. واحنا بنعرض اللقطات دلوقتي دي الملاعب دول الولاد في الاكاديميات ما شاء الله، حتى الادوات التدريب موجوده، افضل الكور، افضل الزي كمان، كل حاجه ما شاء الله فوق الممتازه. بصراحه انا عايز برضو اشكر حقيقه مجلس اداره النادي الاهلي، افتتحنا اكاديميه الكره النسائيه حلوه قوي، عندنا حوالي اكتر من 180 لاعيبه الان. 880؟ لا 180 180 مش عايزك بقى تضرب الارقام فيه، بس الحقيقه يعني ناجحه جدا. بس طبعا المشكله الكبيره، هل هيسمح النادي الاهلي مستقبلا يكون فرق نسائيه تلعب دوري الكره النسائيه؟ تعرف الدوري الكره النسائيه بين الانديه هي ما فيش يعني انديه كبيره موجوده، تلاقي وادي دجله مثلا، المازا، مش عارف، يعني انديه صغيره، الطيران. يعني هل النادي الاهلي هيفكر في يوم من الايام يعمل دوري يلتحق بدوري؟ هذه دي حاجه مهمه جدا، عشان بس البدايه كانت مهمه، البدايه مهمه الاكاديميه، وعندي طلب دلوقتي من لعيبه كتيره جدا عايزين يجوا، عايزين الاكاديميه عشان يلعبوا باسم النادي الاهلي. هم ايه لعيبه يلعبوا في لعيبه منتخب، عايزين يتمرنوا مع الاكاديميه، وعايزين يجوا وتعمل فريق وتشترك في بطوله الدوري، وعايزين. بس طبعا ده قرار سابق الاوان، ولازم مجلس الاداره يوافق عليه، لانه انت عارف النادي الاهلي لما يشترك في اي بطوله لازم يكون عنده الهدف، هل هو هيحقق بطوله ولا مشاركه بس. فدي حته مهمه جدا، هل هنقدر ننافس؟ هل هتبقى فيها اعباء ماليه على الكوره مثلا؟ هل انا فاكر كابتن صالح سليم مره قلنا له الفيفا طلبت انك تعمل اكاديميه باسم النادي الاهلي عشان تنشرها في افريقيا، قال لا انا ما اقدرش اصرف على كره القدم للرجال والنساء في نفس الوقت، هضطر بقى ادفع مرتبات للكره النسائيه ومدربين للكره النسائيه ونشتري لعيبات وكده. فكانت عمليه صعبه لانها بتكلف طبعا. فبالتالي هل العائد منها هيكون يجزي ولا لا؟ ده لازم يدرس خير لازم فتره، لازم عايز دراسه طبعا، وعايز برضو شركه الكوره تتدخل في هذا الموضوع مستقبلا ان شاء الله. قطاع الاكاديميه قطاع مهم، قطاع استثماري، وكمان اكتشاف المواهب. خلال الفتره اللي فاتت في لعيبه صعدت او لعيبه طلعت شافها المدرب بروكيتش المدير الفني الاجنبي، القطاع بدا يتعرض عليه وبدا يلفت نظره لعيبه. هو عشان انا اكون صادق معك، لعيبه الاكاديميه لا يمكن ينافس لعيب في القطاع، لانه عدد ساعات التدريب في الاسبوع او في الشهر بالنسبه للاعب الاكاديميه اقل بكثير جدا من لاعب بيتمرن خمس ايام وبعدين بيلعب دوري. ولكن اللاعب الموهوب واللاعب الكويس قوي انا بحتفظ بيه لحد فتره معينه، والجهاز يعرف قطاع الناشئين يعني لازم يكون عارف الوقت اللي ممكن من خلاله يقدر ينتقل اللاعبين دي عشان يدفع بيها في القطاع عشان ايه يرفع من مستواه. انا قررت الفتره القادمه ان شاء الله كل اللعيبه المميزه عشان اديها جرعات تدريبيه كافيه هيبقوا لوحدهم، وهجيبهم يومين زياده كويس عن الايام اللي موجوده عشان يستطيع لما يطلع القطاع يبقى عنده القدره على انه ينافس على الاقل بقدر معين، مش ممكن يبقى زيه بالظبط، ولكن ممكن يكون قريب ليه. وانت عارف الفروق الفرديه مع السنين بتتغير، ممكن واحد السنه دي تلاقيه قليل، واحد يعني احسن منه، هتنتقي اللعيبه المميزه هيبقى لوحدها، تاخد البرامج التدريبيه لوحدها، بحيث ان دول ممكن يبقى فيهم امل ان ممكن يلتحقوا بعد كده. بالتاكيد هيزيد طبعا، لانه كل ما اللعيب يتمرن اكتر، وكل ما يلعب دوري اكتر، وكل ما يلعب مسابقات اكتر. لان خلاص انا قررت ان اعمل دوري ثابت البطل، قررت ان اعمل دوري. شفنا السنه اللي فاتت دوري مؤمن زكريا بصراحه كان ناجح جدا الحقيقه، حلو قوي، وكان معمول على طيبه جدا صراحه، وطلعت منه لعيبه وراحت القطاع بصراحه حقيقه. فالسنه دي هعمل دوري كابتن ثابت البطل عشان انتقي اللعيبه للقطاع من خلال هذا. لكن في هذه الفتره قلت لك ان انا هجيب اللعيبه المميزه منفرده تمام في يوم من الاسبوع او يومين من الاسبوع تدريبات اضافيه ان شاء الله. اخيرا كابتن شطه، يعني طموحات كابتن شطه هو المدير الفني، هو المدير اكاديميه الاهلي، طموحاتك ايه؟ نفسك تشوف اكاديميه النادي الاهلي ازاي؟ نفسي ارفع من مستوى التدريب للمدربين، لانه المدرب محتاج لحاجه اسمها ريفريشر كورسز، تدريبات تنشيطيه متواليه. المدرب لو ما خدش دورات تنشيطيه بيتوقف عند حد معين. فانا بقى الحمد لله عندي البرامج التدريبيه، وانا متواكب مع كل زملائي في القاره الافريقيه وداخل القارات الاخرى، احدث طرق التدريب واحدث التدريبات بتجي لي الحقيقه بصفه مستمره جدا. ان شاء الله طموحي ان انا اخلي المدربين
عندهم طول الوقت البرامج التدريبية دي بصفة مستمرة، تدريبات تفيد اللاعب الحقيقة في المراحل السنية الصغيرة دي. واحنا بنتمنى لك كل التوفيق كابتن شطة، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن اسامة، الله يخليك حبيبي. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، بشكر ضيفكم كابتن عبد المنعم شطة. نشوف حضراتكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي على ألف خير، وحلقة جديدة من الأشبال.